أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لماذا أنت جالس هنا وتستمع إلي؟ ولماذا أنا موجود هنا وأسجل هذه الكلمة القصيرة؟ لماذا أنت حينما تخرج من دارك تعود إليها؟ لماذا أنت تساعد أولادك؟ لماذا الأم تسقي رضيعها؟ لماذا يذهب الناس إلى أعمالهم؟ لماذا يعودون إلى بيوتهم؟ لماذا يواصل الطلاب دراستهم في المدرسة والجامعة؟ الجواب على كل ذلك كلمة واحدة: المحبة. خلق الله الكون بسبب المحبة. كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق. أحب الله أن يعرف فخلق الكون. المحبة تجمع الأشياء المتنافرة. لنأتي من عالم الإنسان. كل إنسان دولة مستقلة في جميع أمورها، يعني حاجات الإنسان، شهوات الإنسان، رغبات الإنسان، كلها مستقلة. جوعي لا يختلط بجوعك، عطشك لا يختلط بعطش الناس، شهواتك لا ترتوي إذا أشبعها غيرك. أنت موجود مستقل، لكنك مرتبط. مرتبط بأبيك، مرتبط بأمك، مرتبط بإخوانك، مرتبط بأولادك، مرتبط بأصدقائك. ما الذي يجمع هذه الدول المستقلة، هذه الوجودات المتنافرة؟ لأنه أحيانا يكون هنالك تناقض ما بين شهوات الناس بعضها مع بعض. يعني لنفترض أن هنالك طعام يكفي لشخص واحد، وهنالك ثلاثة أشخاص يعانون من الجوع، فبالطبع أكل ذلك الطعام يكون لشخص وليس لثلاثة أشخاص. فيما يرتبط بأمور الحياة كثيرا ما يحدث هذا الأمر، أن يكون هنالك تنافر ما بين الأشخاص، ومع ذلك فإن هنالك شيء سري يجمع بين الناس. يجمع الأب بأولاده، الأم بأطفالها، الأخ بإخوته، الناس بعضهم ببعض. ذلك الشيء السري هو الحب. الأب يحب أولاده، الأم تحب أطفالها، الإنسان يحب بني جنسه، الطالب يحب الدراسة، العامل يحب العمل، الموظف يحب الوظيفة. ربما تقول نعم، قد تكون المحبة هي التي تجمع، وقد تكون المصلحة. كلام صحيح، لكن حتى المصلحة فيها نسبة من المحبة. أنت حينما تذهب إلى السوق لكي تكسب المال، فلأنك بالمال تريد أن تشتري طعاما، فأنت تحب الطعام. تريد أن تشتري ثيابا، أنت تحب الثياب. تريد أن تشتري دارا، أنت تحب الدار. تريد أن تشتري سيارة، أنت تحب السيارة. إذن الدافع في ظاهر الأمر مصلحة، لكن في حقيقة الأمر المحبة. قد تقول لا، لا تكون المحبة هي التي تدفع الناس غالبا إلى الأمور، ولكن الحاجة. أقول نعم، لكن الحاجة محدودة، بمعنى أنك حينما تكسب المال فلا تكسبه فقط بمقدار حاجتك بالدقة العقلية، وإنما تريد المزيد لأنك تحب المزيد. فأنت تحب أن تشتري كل عام سيارة جديدة، ولعل سيارة من موديل 20 سنة أيضا تقضي حاجتك. لماذا تشتري سيارة جديدة؟
لماذا تستبدل دارك القديمة التي أوتك وأوت أبيك وأمك من قبل أنت تشتري دارا جديدة وتبني دارا جديدة؟ لماذا تستبدلها بغيرها؟ المهم أن المحبة تجمع الأفراد، تجمع الناس، وأيضا المحبة تجمع حتى الأشياء المستقلة من الجمادات. مثلا هذه الدار التي أنت ساكن فيها هي عبارة عن أخشاب وعن مواد مثل الجص، مثل الإسمنت وحجر وزجاج. هذه أمور مختلفة. ما الذي جعلها تجتمع حتى بنيت هذه الدار؟ الذي جمعها حبك أنت لوجود دار تأويك، وأن تكون الدار جميلة، لأن الله خلق الإنسان وهو يحب الجمال، وهو يحب الزينة، وهو يحب الوسعة، وهو يحب الشيء الجديد. أيضا هنالك سؤال، ما هو ذلك الشيء الذي أنت مستعد أن تقتل من أجله وأن تقتل لأجله؟ ذلك الشيء هو المحبة. حينما تحب وطنك فأنت مستعد لتدافع عنه حتى بأن تقتل، فأنت مستعد أن تموت للمحب، وإلا إذا ما كنت تحب وطنك لماذا تدافع عنه؟ أنت تحب دينك ولذلك أنت مستعد أن تموت دفاعا عنه، ولولا أنك تحب هذا الدين ما دافعت عنه إلى حد الموت. أيضا أنت مستعد أن تقتل غيرك لأنك تكرهه، يعني خلاف المحب، نقيض المحب. الحب والبغض يحرك هذا الكون، والكون كله يرفل في الحقيقة في بحر من المحب. والشيء الذي يحتاج إليه الإنسان، يعني حينما تكون رضيعا إلى ذلك الشيخ الطاعن في السن على مشارف الموت، كلاهما يحتاج إلى المحبة. الطفل يحتاج إلى محبة أمه ومحبة أبيه، والشيخ الطاعن في السن يحتاج إلى محبة من حوله، أولاده، إخوته. أنا أعرف شخصين، زوج وزوجة، عاشا فترة طويلة من الزمن ثم انفصلا عن بعضهما. سألت الزوج لماذا انفصلت؟ قال هذه أصبحت لا تحبني، زوجتي أصبحت لا تحبني. تجاوز 70 عاما لكنه يبحث عن المحبة، ويبتعد وينفصل عن أم أولاده وأم عياله لأنها لم تعد تحبه. أنت ترتبط بزوجتك بالمحبة، وبأولادك بالمحبة، وبأبيك وأمك بالمحبة، وبالناس بالمحبة، وبالعمل بالمحبة. المحبة كما قلنا خلقت الكون. وأيضا هنالك شيء، وهو أن المحبة الحقيقية هي التي تدفعك إلى أن تعطي لا أن تأخذ. بعض الناس يخلطون بين المحبة الحقيقية وبين المحبة الزائفة. يحب الشيء إذا أعطاه، بينما الذي يحب يعطي لا يأخذ. الأب حينما يحب أولاده يشتري لهم ملابس، يشتري لهم أقلام، يشتري لهم دفاتر، يشتري لهم شنط. أم لأنه يحب أولاده فالأولاد يجب أن يشتروا له الشنطة والأقلام والثياب والطعام؟ أنت حينما تحب شخص تريد أن تعطيه. المؤمنون حينما يحبون الله عز وجل يحبون أن يعطوا له. الإمام الصادق سلام الله عليه كان يمشي ومعه ولده يمشي أمامه، فسقط ومات الولد، فرفع الإمام يده قال الحمد لله الذي يقتل أولادنا ولا نزداد له إلا حبا. وكان الإمام الحسين أيضا حينما يسقط من أصحابه شهيد يزداد وجهه تلألؤا لأنه أعطى لله. وحينما قتل ولده الرضيع قال اللهم إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى، تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب أربا لما مال الفؤاد إلى سواك. محبة الإنسان لله أعظم أنواع المحبة وأقدسها. والسلام عليكم ورحمة الله.